حوادث تصير الى يومنا هذا، ضلات كتسجل عدد كبير من الحالات اللي كتختلف بين الاصابات البالغه والاعاقه وحتى الاصابات المؤديه الى الموت. برشيد، هاد المدينه الصغيره ما سلكاتش هي والضواحي ديالها من حرب الطرق، وهذا جراء السرعه او حاله الطرق. مع قصه محمد بن حميده ابن دوار الخضاره واللي كان ضحيه حادثه وقعت بتاريخ 24 يوليو 2012. هذه الحادثة اللي خلفت أسى وحزن عميقين في نفوس عائلته وأصدقائه.